السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بيبقى الغرفة عندنا فيه 2 سيلينج على ارتفاعين مختلفين ومحتاج ان انا اوصل بينهم، ففي اكتر من طريقة للموضوع دوت. خلينا نرسم الول، بالشكل دوت، وبعد كده ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز ارسم سيلينج، اوتوماتيك سيلينج، تمام. عشان تشوفه مظبوط هتخش في السيلينج اللي هنا. طيب ممكن تعمل سيلكت عليه وتقول له ايديت باوندري وتقول له انا عندي اوبننج هنا بالشكل دوت، وفرض ان انا عندي سيلينج تاني المرة دي هرسمه من هنا لهنا وارتفاعه هيبقى 6 واقول له اوكي، تمام. طيب لما تيجي تبص عليها في 3D هتلاقي ده على ارتفاع وده على ارتفاع، ازاي اوصل بينهم؟ ممكن اجي من ارتكشر واقول له كومبوننت واقول له موديل ان بليس واختار سيلينج اوكي واقول له اكستروشن واجي هنا اقول له 6 وهنا 8 وهبدا ارسم من هنا لهنا، وخليني اخليها وير فريم، تمام. خليها مثلا نقول له اوفست، اقل من 1، مش عارف اقل من 1 تبقى كام، بس على العموم ممكن نيجي هنا تعال نشوف 3D عشان تبقى معانا اكتر. هعمل سيكشن بوكس بالشكل دوت، ده سيلينج وسيلينج سيلينج. طيب ممكن ناخد طريقة تانية لرسم السيلينج، هو ان انا ارسمها على هيئة وول، اقول له ارتكشر واقول له ان انا عايز ارسم وول واختار وول رفيع خالص، تمام، وهقول له ده من ده 6 وده هيبقى 8. وهبدأ أرسم بالشكل دوت، هنشوف 3D هلاقيه رسمها بالشكل دوت. وحتى لو انت عايز تعمل شكل بيضاوي شكل دايرة، فممكن نقول برضو ترسم شكل بيضاوي زي ما انت عايز، تمام. هتلاقي في 3D اهيت بالشكل ده لو انت عايز تعمل سيلينج بتاعك بالشكل دوت.